دكتور ثابت، من وجهة نظرك افضل الدروس المستفاده من الخساره النهارده؟ الخساره فرصه اللعيب يتعلم منها، يتعلم من اخطائه. المهم انك انت في الاخر بغض النظر ان تكسب بطوله جمهوريه او بطوله دوري، الهدف انك بتطلع لعيب للدوري الممتاز وبتطلع لعيب للفريق الاول. افضل الدروس المستفاده من لقاء اليوم ايه من وجهه نظرك؟ انا شايف ان في دروس مستفاده كتير في المباراه دي. اول حاجه، انا شايف ان التغيير في التشكيل وفي مراكز اللعيبه في المباريات الكبيره بيكلفك الماتش. ده بالنسبه للمدير الفني. ما ينفعش ان انت تغير في التشكيل فجاه او تحط مثلا بوستانج يمين في الشوط الثاني تودي عبد الله يمين. انا شايف ان التغيير الكتير بيعمل ركه في الفرقه، مفيش استقرار نوعا ما. ممكن تعمل سويتشات في بعض المراكز، لكن مش تبدا بمفاجاه كده، خاصه في الماتشات الكبيره. دي اول نقطه. النقطه الثانيه، انا شايف ان الفرقه لازم يكون عندها شخصيه اكتر من كده. شخصيه بمعنى ايه؟ لما سجل هدف لازم احافظ عليه. مش معقول اجيب جون في الشوط الاول يجي بعدها بخمس دقائق جون التعادل، في الشوط الثاني اجيب جون بعدها بخمس دقائق يجي فيها جون التعادل. لا، انا لازم ادور الكوره، لازم استحوذ. ده جوارديولا دايما يقول لك وقت ضعف، يعني ضعف الفريق المنافس لما تسجل فيه حاول تجيب فيه الجون الثاني. وده يا احمد بيبقى عن طريق لعيبه معينه في الملعب هي اللي بتتحكم في ريتم المباراه. انه يقدر ازاي اهدي، لان هو استقبالك للاهداف يعني لما انت بيجيب هدف بتبقى سهل قوي تستقبل الهدف في التوقيت اللي بعديه، لان انت نشوه الهدف لازم يبقى عندك شخصيه. زد النهارده عندهم شخصيه اكتر مننا. صحيح. لان هم قدروا يرجعوا. صحيح. الحاجه الثالثه، انا شايف ان في بعض اللعيبه محتاجه تزود بدني. انا شايف في بعض الناس عندها نقص بدني، بعض لعيبه النادي الاهلي. صحيح. يعني تبقى في النواحي البدنيه اقوى من كده، سواء في النواحي الدفاعيه والهجوميه. في الهجوم انا شايف لعيبه بتتعب بعد ما بتكمل هجمه بتقف. شايف لعيبه برضو، بعض اللعيبه يعني مش كله، شايف لعيبه في اخر الماتش نوعا ما البدني بتاعها مش احسن حاجه. ده برضو شايف ان دي مهم ان هم يطوروها. عارف يا اسامه، لان انت برضو في المباريات العاديه ما بتبذلش كم المجهود ده. انت في ماتش زي ده عندك لعيبه قدامك، لعيبه كويسه، فبتبذل مجهود مضاعف بالنسبه لك، فانت لازم تبقى واخد على المجهود المضاعف ده ال 90 دقيقه. انا في نقطه قالها مهمه الدكتور احمد ثابت، ان هي كابتن حشيش كل لعيب يبقى على عدلته. عبد الله مستنجي ما لعبش باك رايت قبل كده. راجل طول ما احنا بنذيع مباريات بيلعب مساك.